يعني امس قبل امس يعني كنت اسولف مع امس قبل امس. لحظه في غلطه يا رجال، والله لا اقوم اسوي ندوب. كنت بجيب العيد. لا شو من الدجاج؟ انا سباقتك قلت سراويل. شو من الدجاج؟ اذا موجود خلنا نذبح الدجاج اللي برا. الدجاج اذا موجود الحين خلنا نذبح. معي انت؟ طيب تعال ايش تبي نطبخ؟ وين لا لا شلوها شلوها. برياني مقلوبه ايش تبي نطبخ؟ زربيان زربيان مصلي بحريني. انا ايش فيني؟ انت معي انت 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 معي تعال اسوي ذي كذا. انت معي بهذا بالشلي دقينا منه مرتين. الدجاج بالكريمه. ايه الدجاج بالكريمه. ايش رايك؟ دجاج بس يبين 70 صدر دجاجه. 70 صدر دجاجه؟ 6000 كيلو رز. وهذا معه خضار شايل كذا كذا خيشت خضار. اتوقع يبي لها كذا. لا والله صدق صدق والله هذا الصدق. احنا بالشلي كم؟ 6 من 7؟ 6 من 7 ترى جايب الظاهر دجاج 3 انا جايب. الكميه جديده. شباب صح انتم اعطيتوني رقم. اعطيتوني رقم. صوره. يلا. والله اني شفته من شوي انا قلت اخاف اني امدحه ويتغلى علينا وما يعطينا ذي. انا اساسا اعرف قبل الصوره انا اشوف والله حسيت انك متغير. اليوم الصباح قلت لك حسيت انه متغير. اليوم الصباح انا قايل لك انا خمنت يوم هناك قلت اكيد له صوره بالخيمه بالزاويه اللي شفته متغير من النص. ايش دراك؟ متغير. شفتني متغير صح؟ من نظراتك. انا قلت انا العين وقارئ الجسد والله. يا ولد قارئ الجسد وين قارئ الجسد؟ احنا كلنا ابتدائي ليلي. وين قارئ الجسد؟ وين قارئ الجسد؟ لا شهاده يا ولد شهاده شهاده يعني ما تاخذ ال لا لا انت ما راح تكون قارئ جسد. انا قايل لك الصباح ايش قايل لك؟ صاير صاير حلو انت والله من الصوره وانت متغير. لا عمر شو نطبخ؟ عمر شو نطبخ اليوم؟ لا ترى الغداء خلاص يمكن تقريبا يشتغلوا عليه الحين. لا نبي العش والله صحيح. نطلب لنا رجل نصين على زرافه زرافتين هربيات يعني تيس ولا فطين. لا لا وندغدغه هنا يا ولد كل يوم. اليوم نسوي تقطيع الليله. الليله ترى في عشاء. الليله في عشاء لكم يعني. نبي الحين لا تكفون. نبي بكره بعد. اي والله جيبوا غدا الحين وجيبوا بكره بشوف لك الزرافتين وبكره غدا. ايوه الله عليك هذه. لا يا عيال ما يحتاج تكلفون على نفسكم يا اخي. والله جد ابو عمر ايش رايك؟ وشو؟ نوصلنا على زرافه شيء. اي دقيقه اسمع صدق نجيب اليوم صدور دجاج تمام؟ ونخليها الساعه 3 الفجر. اي ناخذ قز معنا فوق الجلسه 12 اي 12 بالليل. عارف شباب انا الحين نبي نرتب جلسه احلام العصر. كنا نجوع دائما باخر الليل. لا 12 ايش 12 بالليل قول الساعه 3 3 ناخذ معنا اسطوانه فوق بالضبط ومشاري يقدر يتحرك هناك يسوي فوق. بس انا طلبتهم يطبعوا لي بس اسم الجلسه بس يطبعوا لي اياها فوق يا حبيبي. ولا نوصي على تعرفون القز الصغير ذا. ايه طق إيه؟ عندي في السياره هذا خلاص. طيب يبي لنا مقلاه كبيره. شنو؟ يبي لنا مقلاه كبيره. عندي بالسياره. قلايه مقلاه سحله. عندي بالسياره. مقلاه بعد كبيره؟ ما شاء الله عنده يطبخ كريمه بالجيب. يطبخ كريمه بالجيب هذا. طيب بس احنا عددنا هنا اتوقع 90,000 نسمه. عندي 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 يبي لنا دجاج يبي لنا خضار. عندي في السياره. حلو. نطلع هناك. نتصل على هذا اللي يوصل الباندا والعثيم. وينك؟ تعال العيال هنا يريوس بالتعذر. ينزلون الموظفين دجاج وينزلون. وين رايحين؟ وين رايحين؟ والله عندنا 3 فروع بحي الرمال وعندنا 2 لا اي مو اعلان. اي اي صح سراويل. حي حي صورته. طيب هذا طيب انت على عمك ها. والله صحيح ان فكره جباره بس فوق وقفوني انتم اذا شفتوا متحمس وسويت كذا نغير السالفه. سووا لغه الجسد كذا سوي ايوه شوي. نغير السالفه ايوه راح تكلم اي من اتحمس كذا على طول اذبح 3-4 فيكم. اقول لك والله خطه جباره خلاص. والغراب عند ابو عماد خلاص. بس وين المغلاء؟ وش تبغى؟ وش تبغى؟ وش اللي بخاطر؟ يبي لنا ترى هذا اللي اقول لك ليه ما تستخدم دوار السعاده؟
حق دوار السعادة. زين ليش ما تستخدم دوار السعادة؟ كذا أيوة نفس واحدة باليوتيوب. إيه. ليش ما تستخدم اليوتيوب؟ يوتيوب. دوار السعادة. قديم 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 لا واحدة فعل. أقول لك لقمتني خصم على الفاضي. ليش ما تستخدم دوار السعادة؟ دوار السعادة موجود شغال كل شيء. والله إنها الشغل. طلبك 9 أو 10 صدور دجاج. 3 كريمة وش اسمه فلفل رومي لو فلفل بارد لا لا رومي إيه. لا رومي شو ما في لا طبخه كذا طبخه كذا تبي ولا لا اي لا لا تبي عثمان ولا لا نفس واحد من الشباب كان يقول 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 يا ولد انت اغلب اللي عندك انستغرام يا ولد صار ليه ليه قلت طيب في اكثر من شيء ينوب عنه نقطع طماط اذا انت يعني تضايق من الصلصل بشكل زايد يا عمر انا ابيك تحط كذا وابيك غثني بطبختين الثالثة قلت له ايش رايك تجلس تنتظر برا ها تاخذ لك كاس شاي لين انا اخلص طبختي وبعدين قيم قال خلاص تركني والله راح هناك اطفي واخلص الطبخه كلها سويت لكم الدجاج والخضرة وبعدها حطيت لكم ارز مشوار الابيض قلت اقسم بمن حل القسم انا يهذرب الطبخه يومين نمنا صحينا ها ابو حامد نفسه قلت يا يقول لك تعال شيل جلطه في الموضوع بقاله يبي شاي يبي يطلع انا عارف وضعه انا قلت له لا خلاص انا يعني انا اطبخ بس مو بشكل يومي اكثر واحد من الشباب ما حد طبعا قال لي اكثر من واحد من الشباب اكثر من الشباب قالوا لي عمر افتح مطعم لا والله صحيح اذكر في واحد قال لي موزمبيق قال لي يا ابو حمد ليه ما تفتح مطعم قلت يا اخي انا ماني مسويها ان يعني اخذ من وراها فلوس ولا انها رزق لي قال طيب ما يمنع قلت انا ما سويتها لكذا انا هاوي يعني يوم الاسبوع ما اقطع بصل ما اتهاوش مع دجاج كذا ما اطرح لي زرافه كذا اتضايق بس هذه يعني لو الشعور هذا الضيق هذا ما تجيني ما اطبخ اقول لك تعرف ايش اللي يلفت الموضوع ابو حامد عيون ابو حامد انت وصورتك كلك اي اهم شيء ما قلت هذيك الكلمه يا طويل العمر انه الشخص الوحيد اللي من دخلنا المنتجع ونقول ان هذا هو الطبيخ والشخص الوحيد اللي طبخنا طبختين وكانت من ألذ الطبخات اللي ذقناها في المنتجع يا قلبي يا انت والله شهاده اعتز فيها والشخص الوحيد اللي خسران في المطبخ اول مره يعني اللي ما فاز في المطبخ اي لا يا ولد تقيدني بوقت ما جريمه تقيدني بوقت ما انا نفسك بعد اول اسبوع انا لا تدري شو جريمه تدري ايش اقول لان الشباب بعده الشباب اللي كانوا مهزومين مع نفس الاسبوع اللي بعده عوضوا الاسبوع اللي بعده عوضوا فهمت هو اول اسبوع ما طلع اول 3 أسابيع انا اول 3 أسابيع اول اسبوع انا حتى انا وياه جلسنا مع بعض كنا احنا نعرف نطبخ انا اعرف اطبخ ده يعرف يطبخ ونطبخ طبخات يعني ايش تبي نطبخ اول انا اول قبل اطبخ والله يا ايام الحجر يا عيال ايام الحجر والله يا كنت اطبخ طبخ فاضي ها لا عشان مصلي بحريني ما اعرف شيء اسمه مصلي بحريني لا اسوي مصلي بحر ليش ما اسوي غوزي اسوي غوزي ليش ما اسوي حوزي جاي هنا المطبخ قلت بس المطبخ هذا عندي المطبخ هذا لعبتي الله العب مع القدور الحين اخرتها طال عمرك خسران واطلع ذا ولا هذا خسران قبل ايوه مدير وين اقول لك لا الجعيدي نفس الشيء علي الجعيدي خسران احنا ثلاثه اللي نطبخ ايش السالفه تدرون شو الجريمه انا الوحيد اللي كنت اطبخ وفزت والله عبد الله الفريدي صح ترى عبد الله الفريدي بعد يطبخ وخسر بعد لا تدرون شو الكارثه اول ما دخلت قال لي عمر مقلوبه قلت هلا بساحتي ذا قلت بس 10 دقائق معك 4 دقائق بجنبي واحد يركض من كان ضدك معي ضدي سلمان وكرعان ومعك ومعي احمد العوض والله اشتغلنا شغل جبار احمد العوض اغلب التعليقات والردود اللي كانت من مفلح بالفيسبوك اغلبها ان الطرق صح فيسبوك يعني البرنامج ما يمدي نصرح عنه فاهمين انت اغلب اللي بالفيسبوك يا ولد ردود كلها ان طريقتي صح الصلصه ما تحطها التقشير الحوسه الخضر كل شيء صح وش اللي اعطاني مرتده الرز طبعا الرز يختلف عن مكان عن نوع لنوع انا اطبخ على رز لا من دون تصليح اقول لك عارف بس انت تلومني دايم الرز هذاك اغطيه بالماء الرز هذاك اللي عندنا اغطيه ماء شوي
الرز اللي هنا بالقناة لا تبي تخلص تدق على احد شركات المياه يصب لك يا رجل القدر. إيه لازم مسبح مسبح يا ولد، الرز تحت حبتين تحت، سبحانك يا رحمن يلقى يضبط معك ويصير كويس. الشباب اللي عندي انا زهد اول ما قلت امورهم ضياع. ها حي الشتاء حي ما جاب وانا بجيب قدر ما في تو ما دقيت على لا ما اخذ كل شيء. ايش دخل نباضه في القدر؟ نباضه ايش دخل؟